في وقت تواصل فيه أسعار النفط الخام التراجع، نفت السعودية على لسان وزير النفط علي النعيمي شن حرب أسعار النفطية. وأكد النعيمي في كلمته خلال مؤتمر الغاز الطبيعي في منتجع أكابولكو في المكسيك على أن الأحاديث عن حرب أسعار تنبع من سوء فهم عن قصد أو عن غير قصد وليس لها أساس من الواقع. كما نفى النعيمي التكهنات بشأن تغيير الاستراتيجية السعودية، مشددا على أن السعودية لا تسعى إلى تسييس النفط ولا إلى التحالف ضد أي كان، فالمسألة عبارة عن عرض وطلب ومجرد أعمال ليس إلا. يأتي ذلك في وقت هبط فيه سعر الخام إلى ما دون 80 دولارا للبرميل.